يا دينا، صباح الفل عليكي. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا شاذلي. صباح السعاده والتفاؤل يا رب على كل مصيبه في كل مكان. باخد وقت قد ايه؟ لا باخد على حسب رايحه فين. يعني لو رايحه فرح باخد وقت طويل طبعا في ان انا بلبس وبجهز، لكن لو نازله عادي لا ما باخدش وقت. بس الالتزام، انا متفقه مع شاذلي في ان الالتزام بالمواعيد مش هتفرق بقى، لازم في كل الاحوال بحس ان انا لازم اكون ملتزمه، وببقى متضايقه جدا. يعني لو اتاخرت ببقى متضايقه وبجري، وممكن اوصل اول واحده ابقى ندمانه ان انا وصلت وكله اتاخر عليا، بس لا بحب ان انا اكون ملتزمه جدا. طبعًا عمري ما جربت شعور اول واحده ده للاسف احنا لابسين الساعات شياكه بس، يعني الساعات موجوده في الموبايلات وفي البيوت وفي العربيات، ولابسين ساعات في ايدينا وبرضه غالبيتنا ما بيلتزمش بالوقت. لا وبعدين بقيت بتوتر، وخصوصا لو انت يعني البارتنر بتاعك او انا جوزي مثلا من النوع اللي هادي جدا في مواعيده وبراحته، ايه المشكله واتاخرنا وانا بقى ببقى بهلي. بس يعني تبقى ايه، بحاول اهدى بقى دلوقتي خلاص، اتعود ان انا ما فيش مشكله واتاخرت شويه في اي ميعاد. بس انا لا بحب الالتزام في المواعيد جدا يعني. عظيم. لان كمان شغلنا فعلا عودنا على الالتزام بالمواعيد. احنا ساعه الهوا دي ساعه مقدسه بالنسبه لنا، لازم نكون اون اير وجاهزين في اي وقت. علشان كده اي ميعاد بعد كده في حياتي بحاول انا اخده بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب. ممكن يكون ضغط عصبي كتير، او ممكن يكون الزحمه في الشوارع في حاجات كتيره بتبقى عارضه بالنسبه لنا، لكن على اغلب الاوقات بكون دايما ملتزمه بمواعيدي، لان ده بيخليك دايما ليك صوره كده، ما يبقاش السمعه بتاعت ان لا تعالى بكره بقى. يعني في عندي اصحابي البنات لما بيتاخروا عليا ببقى عارفه ان هي بعد بكره، يعني هتيجي في ميعادنا ولا اديها ميعاد قبل ميعادنا بساعتين ثلاثه علشان تقدر توصل في الميعاد اللي احنا هنتجمع فيه. فمهم جدا من صفات الشخصيه كده المنظمه انها تكون بتلتزم بمواعيدها. خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده هيكون شديد الحراره راتب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان نشاط الرياح محدود على بعض المناطق، ده بعد استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 45، وأقل درجة حرارة هتكون في العالمين 33 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.